وفي يقول ختامها مسك، يعني بزمن الصعاب بزمن المشاكل وبزمن لما بنطلع بنلاقي كل شيء مش ظابط من حوالينا وكل شيء مش حلو، بتبرز سيدة التحديات لتقدر تقول انه انا كتبت اسمي 5 مرات بجينيس بوك. هيدا رقم خيالي، رقم جديد لاول، انا برايي واكيد انا هلا بتاكد منها، بس اكيد اول سيدة مش بس لبنانية، عربية، بتقدر انه هي تدخل على كتاب جينيس وتقدر تحقق 5 ارقام قياسية. كارولين شبطيني صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح النور. واخيرا نحن سوا، بتعرفي قد ايه لي بدي ظبط هيدي المقابله، واخيرا اهلا وسهلا. كارولين، 5 مرات جينيس بوك؟ ايه 5 مرات. يعني بكل الانترفيوز اللي شفتهم 3 مرات، يعني كثير مضويين على 3. إيه، لانه كانت بوقتها اول امراه عربيه بتاخذهم بسنه واحده. بسنه واحده. ايه، رجعت اخذت 2 بشهرين. بسم الله عليك، يعني انت اذا ناويه فيكي انت كل شهر انك اذا عندي ناس عم تدعم مشاريعي كل يوم. بسم الله عليك، يعني الطاقة، الباسيون، الشغف يلي عم تعمليه، هيدا الشيء يمكن يلي بيميزك كارولين. 5 مرات، وأنا بعرف إنه مرة كنت بدبي وقد ما هيك مبسوطة حتى لابسة المريول وحتى اسمك علم لبنانية. ايه، عالم لبنان. صحيح، ما كان بلبنان، كان مع شركة عالمية برا بدبي، وهيدا الشركة حبيت تفوت بجينيس وكانت ما بتعرف، سو هن بفتشوا بكتاب جينيس بيشوفوا مين أكتر شيء عامل بنفس الدومين يلي هن بدهم اياه، وبوقتها أكيد يعني ما دغري بيعطون الأرقام بجينيس، بيتواصلوا معنا للي ربحانين، وأنا تواصلت مع الشركة وإنه قلت أكيد ليش لا، يعني نقوا امرأة لبنانية، هيدا لإلي شرف انه انا دخلهم بموسوعة جينيس. بوقتها فتت انا مع شركة سوني، سوري انه مش قصدي دعاية، بس شركتهم يعني كاسم لبنانية عم بتفوت مع هيك شركة عالمية، انه فخر لإلي. كان عندي تحدي خلصنا البروجي، كان عندي تحدي خلصنا المشروع ب10 ايام وخلصته بعز الشو ب7 ايام. واو، هيدا تحدي بالنسبة لإلي. هيدا ايه، هيدا شيء كان كتير حلو، ما كان معي التيم تبعي كمان. أوكي. يعني كان صعب وحلو. فإذا خلينا نركز على 5 مرات جينيس بوك مش 3 بليز، بدنا نصحح كل الانترفيوز اللي انعملت قبل. اليوم كارولين، بتحسي إنه دايماً عندك مشاريع، دايماً في نشاطات، ودايماً همك البيئة؟ إيه، يعني أنا أوقات بخاف من حالي لأنه بيخلص مشروع بيكون عندي براسي شي 3-4 وما عاد بنام، يعني لا لازم نفذهم، عرفتي؟ خلص في عندك طاقة موجودة هلا، يعني يا هلا بتنفذيها بكرة بدها تروح مع الوقت، يعني لا صحتك ليتر أم تسمح لك ولا الحياة ولا شيء، فأنا دائما بكون هيك على تحدي خاص لا بدي أعملهم هلا، بس بتعرفي نحن بوضع أوقات ما بتلاقي حدا يدعمك. صحيح. اليوم طرابلس هي الأساس والنظرات صوب المينا. صوب المينا، شو عم تعملي هونيك؟ خبرينا. شوفي، لحسن الحظ أنه أكيد سامعة بالأفدي، هي الوكالة الفرنسية للتنمية، دايماً في عندهم بروجي اسمه فوميتي، دايماً بيدعموا المبادرات المحلية بكل بلدان العالم، وبلبنان نقوني أنا أنه أنا يكون عندي فن وهن يدعموا المشروع. سو أنا كان عندي مشروع من بعد الجلوب يلي عملته بأفريقيا، كان عندي مشروع أني ضوي على السلحفات البحرية، على قد ما السلحفات عم تنقرض، على قد ما نحن عم خليها تموت من ولا الزبالة يلي منكبها بالبحر. فقلت أنا ليه ما بعطيهم هيدا المشروع، وهني حبوا يعملوا بطرابلس، أنا حبيت أعمله بالمينا. رح نعمل أكبر ستركتور لسلحفات بالعالم، مصنوعة من كل أدوات اللي يعاد تدويرها. الهدف منها أنه أنت تجمع كتير بلاستيك، تجمع كتير مواد ما منيحة بتسم البيئة أو بتسم السلحفات بالتحديد، والزيادة أنه نضوي على منطقة المينا قد ما المينا حلوة مش مضاء عليها، يعني هذا الشيء للأسف منه منيح. فهيك هذا هو مشروعي السادس. يعني كم لشو بحاجة أنت؟ لكميات عم نحكي؟ مليون قنينة. مليون قنينة، 500,000 طبقة. يعني أنا بدي أرسم سلحفات كبيرة، يعني هي رح تكون تقريبا شي 7 أمتار، وهيك طولها من الأرض شي 2.5 متر، ورح تكون ملونة. والحلو أنه أنا عبالي مشية من بحر المينا على بحر سور، في محمية للسلحفات بسور. أف يس، حبيت كثير الفكره. ورح تقدر يعني هيدي دوب تنعمل؟ مريات، ما في شيء بالحياه ما بتقدري تعمليه، انت قولي بدي اعملها بتعمليها. هلا اوكي، في قصص نحن يمكن بنعوز عليها ماديات، بس الناس كثير حلوه. اكيد الناس اللي حوالينا كثير حلوين اكيد، وعم بيساعدوا.
إيه؟ قلتي لي مليون قنينه بدي مليون قنينه بلاستيك. شو ما كان نوع شو ما كان العدد اللي جمعت لهلا؟ لكن انا عم بعمل مثل باص كل جمعه بروح على كل مناطق لبنان، بكون حاطه على البلاتفورم على السوشيال ميديا انه انا هالجمعه رح اروح على بيروت على الشمال. امبارح كان اول مشوار بقلب الشمال، رحنا على الميدان على اهدين على كل المناطق، جمعت شي 20,000. اوكي بس بداية حلوة. ايه في عنا فيديو من الشمال. ايه وفي عنا فيديو لشاب صغير اسمه زوزو. يلا بنحضره سوا. زوزو انت هولي من وين جبتون؟ من الصابات ومن المحلات ومن الدكانات ومن المطاعم. اوكي ورحت على الفابز وهيك؟ ايه. عن جد؟ وشو كنت تقول لهم؟ كنت تقول لهم بدي اعمل الطلبات على جنب مشان انا ارجع اخذهم. وقتها يشتروا شي كيسين بياخذون ايام واكثر شي مجمعون على الطريق. واو كنت توقف على الطريق وتلمون الزباله؟ يعني قد ايه حلو انه اولاد كمان عم تدعم مشروعك، يعني قد ايه حلو انه هن يفهموا انه هيدا شيء كمان مضر للبيئه وبنقدر نستفيد منه بشيء ثاني. هيدا الحلو بكل المشاريع انه المسج اللي بدك توصليها بتوصل للجيل الصغير يلي هلا عم يربى، يعني يربى صح على اسس مضبوطه، على انه هو يا ريت فيهم ما يستعملوا البلاستيك بالمره، بس يعني الوحده ما بتزقف. سو نحن اللي عم نقدر نعمله انه نوعيهم انه هول ما تكبون، هول بيأذوا البيئه بيأذوا البحر. وهنا يعني في مدارس كثير هلا عم تمشي على نفس المبادئ انه يعملوا ريسيكلاج، وهذا شيء كثير حلو. وانت اصلا اللي عرفته كمان انه عم تروحي عم تحكي بالمدارس، عم تخبري، عم توعي كمان كل الاولاد وكل التلاميذ وكل خلينا نقول نيو جينيريشن انه هيدا الشيء مضر للبيئه، واللي بده يستعمل بلاستيك فيه يحتفظ فيه يرجع يا يعطيك اياه، لانه انت بفتكر الطريق الاسهل الطريق الاسهل لتعرفي كيف تحوليهم لتحفه، يعني انت بالاخر عم تحوليهم لشيء حلو. امبارح شمال احد الجاي صور، يعني يا ريت في ادعي من تلفزيون جديد انه انا احد جاي رح اروح على صور. رح نكون انا رح نزل ابقى فيديو وين في يمكن مجمع اسمه CSM هلا برجع باكد لك. رح نكون حاطين لي بوكس هن بالتعاون مع جمعيه الجنوبيون الخضر رح يساعدوني، رح نحط بلاستيك، كل حدا عنده بلاستيك بيجيب لي هون، انا بروح من شمال على السور على صيدا على كل المناطق بجنوب باخذ بلاستيك وبرجع. يعني وعلى الطريق بتقطعي عند بيروت رح اقطع كمان يلي عنده معهم جمعه هلا معهم اسبوع صحيح. إيه. بليز كل اللي عنده بلاستيك لانه كارولين هي بحاجه لمليون قنينه وبحاجه ل 500,000 طبقه حتى لا تقدر تعمل هالمجسم للسلحفات البحريه. وكارولين يعني لما بتكوني عم بتخططي قد ايه بتكوني عتلاني هم؟ يعني هلا يمكن عم تخططي بس انه لما بنوصل كمان للتنفيذ للارض. صحيح. صح. لكن هلا انا الحمد لله عندي مساعدين، يعني عندي مهندس عم بيساعدني برسمه السلحفات وجه له تحيه انطوني فضول، عندي حدا فوتوغراف، يعني هولي بس بيساعدوني كثير، انا لحالي ما فيني، اكيد عندي تيم ثلاثة أربعة أندريا من بيناتهم ومعنا صوفي بنتي ومعنا صوفي بنتي، أول مرة بتوعى بكير صوفي أهلا وسهلا صوفي. فأنا بتعب لأنه بتضلك تفكري شو بده يصير بالبلد، إنه بتخافي يعني. أنا أول مشروع عملته اللي هي الشجرة كانت أول ما أنا بنبلش الثورة وفي ناس تحت الهام وفي ناس ما فيها تجي تساعدنا. صح. فبتزعلي يعني، بس بضل بنفس الوقت يعني اذا بدك تخافي ما بتعملي شيء. سو انا بضلني عندي امل، عندي ايجابيه انه لا رح يمشي الحال. نحن عم نشوف على كل حال مجموعه صور، هيدا المشروع تبع افريقيا، هيدا كان لازم يكون بلبنان بس ما قدرت عملته بلبنان، بس لبناني دعمه الله يرحمه القنصل توني شغوري وعملته بافريقيا. هيدا كان اكبر مشروع بعمله بحياتي. في بقلبه 63 علم دولي، كل دول يلي حاضنين لبنانيه، وكل الدول معمولين من بلاستيك كلهم حتى الكره الارضيه هي 10 امتار، وهيدا بجنس مش كسرت حدا، ما حدا دخلها غير انا، يعني سجلوها باسمي. انت كسرتي جنس تنتفق. هيدي تبع البي اس 5 تبع دبي. اوكي. هي اكبر موزايك 2 دي معموله من طبقات. أوكي. بلاستيكيه، كانت تقريبا شي 260 متر مربع. هيدا تاني جينيس وورد ريكورد يلي هو اكبر هلال بالعالم أنا كله. انا ما عم بقدر اتخيل قد ايه البلاستيك قادر يعطي شيء هالقد حلو. شفتي شو حلو؟ كثير. وانتبهي نحن بالنهايه بنتبرع بالبلاستيك على قد ما هو بيأذي البيئه وعلى قد ما في على قد ما فينا نحن نستفيد منه بشيء كثير حلو. وانتبهي كل حدا عم يجمع بلاستيك هن عم يرجعوا يتبرعوا فيهم، لانه نحن بعد كل مشروع عم نتبرع بالبلاستيك لاولاد عندهم كانسر، هن بيبيعون ل إعادة التدوير وبياخذوا حقهم، يعني أنت أعطيتيني قنينة كأنك أعطيتيني دواء أو ربع حقهم. واو
فشي يعني منيح. هي بالاخر كله عم يتساعد كرمال كله مسجز كرمال صحيح. ايه مزبوط كرمال هدف انساني سواء عملنا السلحفات او رجعنا بعنا هود الاناني لشركات خليني اقول تقدر تعمل اعاده تدوير مزبوط لانه فعلا هن كثير بيأذوا البيئه اذا بدنا نتركهم هيك هو البلاستيك بده اكثر من 10000 سنه ليتحلحل يعني اسوء ماده عضويه بتأذي البيئه غير الكرتون والقلم او الوراق فاذا خلينا نرجع ناكد انه احد الجيبي صور صحيح. يلي بعدها رح تطلعي معقول سبت احد لازم روح صور بعدين لازم نروح اشوف وعليه بس انا ما كثير بعرف الطرقات يعني بس في كثير ناس عم تحكيني ليتلي في شركه يعني بتعمل دعايات وهيك بدي وجه لها تحيه روبيكوم عملوا لي بس فيديو صغير انه كارولين عم تجمع كرمال بلاستيك ما في خبرك الناس ما بتقدر تتصور الناس اللي حكيوني بليز نحن عندنا بلاستيك تاعي خديهم يعني هون من هون فيكي تعرفي قد ايه العالم عن جد هن بيهمهم البيئه وقد ايه هن بيعملوا ريسايكل ببيوتهم بس ما حدا عم يجي ياخذ لهم البلاستيك طيب كارولين اليوم الناس اوقات صار عندها هيك مثل خوف لانه بتعرفي يمكن في جمعيات بتقول انه بدنا وما بدنا ومرئين وشي بده يعطيكم كرسي وشي بده يعمل ما حدا عم يعمل هيك ما هيدا هي ف بدي اقولها بكل وضوح ما حدا عم يعمل هيك يعني عم بياخذون اوكي بينظفوا البيئه هني صح عم بياخذون بس هني عم بيبيعون ياخذوا حقهم كمان شابو ما فيني اقول لهم شيء لانه بتعرفي وضع البلد يعني بالنهايه بدهم يشتغلوا منيح اللي عم بيشيلوا زباله بس كمان في جمعيات في شركات ما عم بيجوا ياخذوا ايفن يعني عم بيتراكموا بيقولوا جايين 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 هلا انا اوقات بغلط مع الناس لانه انا لحالي مزبوط. يعني يمكن معي بنزين يمكن ما معي بنزين مزبوط. وعم ببرم من الشمال للجنوب بس بعمل جهد اني رد على كل الناس يعني بعمل جهد انه عن جد روح جيبهم في ناس هن بيبعثوا لي اياهم في مره من الامارات بعثوا لي بلاستيك طب حلو هيدا الشيء إيه؟ يعني حتى عم يعني حتى الثقافه عم تكون هيك تنتشر ثقافه العالم انه في حدا عم ياخذ منهم هال طبعاً المواد. طبعاً أكيد كارولين بيتك كيف يعني أنا هلأ من بعد ما شفت الصور ومن بعد ما شفت كل هالإنجازات عم تخيل إنه أول ما منفوت على بيتك بيكون كله بلاستيك أشي بتسمعي صراخ لولو أمي إنه شيلي لي هالبلاستيك من هون تاني شيء إيه أنا بتسلى بالبيت بعمل لوحات يعني مثلاً برسم مرشربيل برسم العذراء برسم طم إنجاري برسم هيك قصص يعني بخليهم عندي أوقات لأنه دائماً مشاريعي يعني بجينيس وورلد ريكورد المشاريع البيئيه اللي لازم تفكيها مجبوره يعني لا الشجره بقيت ولا الهلال ولا شيء بتزعلي على هول القصص الكبار بس بنفس الوقت انه انت مجبوره تعملي لهم اعاده تدوير تضل في طبعاً. رساله بس مش هي ضل عند البيت هيك معروف فمضطره انه انا اعمل رسمات عندنا كنيسه حد البيت كمان انا عملت مثل قدمتها هيدي كنيسة جديدة يعني الاول كنيسة بالشرق الاوسط للقديسه ماريا غوريتي قدمت لهم انج من بلاستيك ملك. يعني بتوقفي وبيطلعوا الملاك وراك كله بلاستيك وملونة كتير عطيت هيك سكسي فأول الشارع بتعرفي هون بيت كارولين طيب كارولين لما بتقولي إنه أنا عايزة بلاستيك عايزة أناني عايزة طب بيت أوقات ما بيكون عندك مشاريع بس بيجي كمية لعندك وين بتخزني إيه؟ يعني عندك مطرح لا بالبيت ببيتي أو جارتنا وجه لها تحية يعني طانت ماري بتخليني حط عندها ديبو اوكي بنحطهم عنده اوكي لانه في في 5 طن اوقات اف ايه يعني اوقات يعني وقت بتعتبي على شيء وقت بعتب على الدوله او شيء بعتب انه مش لانه تعوا اعطونا مصاري او شيء لا انه اتليست انا عم بعمل شيء منيح للبلد عم ننظف اكثر من ربعه للبلد بظرف شهر او شهرين مستودع ما بدها كثير محل طلبتي طيب كارولين سالتي جربتي يعني انت ساكنه بالشمال بمزياره لا ما طلبت ما طلبت انت نطرت هن يفكروا يمكن هيدا غلط ما بعرف انه بركي اذا في شيء هيك مستودع حتى ليكي هلا في جرين كوميونتي هن جمعيه بيئيه بصوب الشمال بصغرتها دائما بيدعموا مشاريعي يعني بس انه انا اكيد ولا مره طلبت منهم مستودع بس عم نحكي تما اكون عم بظلم حدا هن من الجمعيات البيئيه الاول يلي هن دعموا مشاريعي يعني كانوا من السباقين ان كان بالتجميع ولا كان انه يساعدوني تروح اجيب بلاستيك بس غير هيك لا ما في حدا اذا بدي ارجع للسلحفات امتى بدي بلش الشغل على الارض هو بلشنا اوريدي بالتجميع على الارض ناطره الحداد يعطيني الستركتور لانه هي كثير كبيره مفروض بخمسة شهر انزل على المينا وقد ايه تقريبا بدها وقت بدها شيء 20 يوم 20 نهار ايه. شغل متواصل كل يوم كل يوم ايه كل يوم انا معي تيم من 3-4 اشخاص واكيد بدعي كل حدا بالمينا بطرابلس عباله يشتغل معنا اهلا وسهلا لانه انا بدي ارسم اكثر من 49 متر بطبقات يعني ظهره للسلحفات رح يكون مرسوم كله بالطبقات اوكي اوف
اوكي، في مين مكان عن جد حتى لو ما بيعرف؟ ايه انا بعلمه كيف. ايه كثير هين. اوكي، واصلا بتحسي هيك بباشن وبشغف انت عم تشتغلي. اكيد اكيد. وبعدين حتى بتخيل الاولاد يعني رح يكونوا كثير مبسوطين. ايه انا عم بدعي المدارس اوريدي يجوا يجيبوا تلاميذ ليشوفوا شو عم نعمل، ورح يكون في بارت صغيره يلي بحب كيف صليب احمر بيوقف بياخد مصاري، انا بوقف سيارات بياخد منهم بلاستيك، لانه اكثريه السيارات بتكب البلاستيك بقلب السياره. صح. فنحن رح يكون عم نعمل هيدي الشغله شي 3-4 مرات يعني. حلو كثير عن جد كارولين، هيك كلك طاقه كلك حياه. واللي عم تعمليه كثير حلو، ومثل ما قلتي يمكن عم بتنطفي البلد هيك على طريقتك. على طريقتك بس بالاخر عم بتشاركي بشيء كثير ايجابي لنا. شكرا كثير كارولين شبطيني.